السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم نريد نتحدث عن مشكلة شائعة بطابعات الإبسون الورك فورس 5710 و90 وباقي الموديلات المشابهة لها وحتى موديلات الورك فورس القديمة، وهي مشكلة انقطاع القايش. هاي المشكلة طبعا لها هواي أسباب، ومنها بودرة الورق اللي تتجمع هنا بسبب استخدام ورق نوعية رديئة، والأتربة اللي تصير بهذا الجزء وبهذا الجزء من الميكانيك، هاي كلها تعرقل حركة عربة الهيد، تمام اخوان؟ فتسبب عندك قطع بالقايش. الشغلة الثانية استخدام زيت تشحيم مو خاص للطابعات، ايضا راح يسبب لك مشكلة وعرقلة هنا بعربة الهيد، فراح يسبب لك قطع هنا بالقايش. شغلة اخرى اخوان، وهي انه الاتربة الوسخ اللي يصير بالميكانيك مال الطابعة ممكن يسبب عندك تكسر بالكلام، أكيد هواي صار وياهم هاي الحالة. مثلا هسه تطبع أنت ورقة، الكلمة الوحدة يطلع جزء من عندها صاعد لفوق وجزء نازل لجوه، محاذاة، مشكلة محاذاة. ومن الأسباب أيضا الطباعة المستمرة، إنه تطبع ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين حتى على الطابعة بدون ما تنطيها فترة راحة، راح تنمسح عندك هاي المسننات اللي هنا، تمام اخوان؟ تنمسح هاي المسننات فينقطع عندك القايش. طبعا أي شيء يعرقل حركة بيت الهيد هذا راح يسبب لك هنا قطع بالقايش، مو دائما ولكن غالبا تسبب هاي المشكلة. شغلة ثانية مشكلة الحشر، إنه ورقة عندك تحشر هنا العربة مالت الهيد تنضرب بالورقة والهيد ينضرب بالورقة فتسبب لك قطع هنا بالقايش. طبعا هاي الأتربة تسبب هواي من هاي المشاكل. وبودرة الورق وخصوصا الورق المكربن اللي يطبعون الورق المكربن هواي تصير عندهم هاي المشكلة. احنا مو معناها انه هاي الطابعة نوعية غير جيدة، بالعكس الطابعة ممتازة، ولكن انت لازم تعرف شلون تحافظ على الطابعة. مثلا هسه عندنا هذا الزبون عنده 10 أو 8 طابعات دائما يجيبها من الصيانة. مثل ما تشوفون اخوان الطابعة عدادها 1,466,676، ما اتذكر فد يوم جابها بمشكلة قطع قايش او كسر هنا بعربة الهيد، وانما شغلات استهلاكية مثل فدرولات سحب الورق. ليش؟ لان يعرف شلون يحافظ على الطابعة. انت لازم تعرف الطابعة شنو، شلون تحافظ عليها حتى تطول عندك الأكثر فترة ممكن. ممكن أيضا هاي الأتربة والبودرة مال الورق اللي تتجمع عندك تسبب لك كسر هنا بالعربة مالت الهيد. هسه عندنا احنا هذا الجزء مكسور، تمام؟ اكو جزء هنا هو الجزء المكسور يجي هنا يحكم القايش، هذا مكسور. بسبب شنو؟ بسبب التكدسات مال الوسخ اللي يصير هنا عندك. أما بالنسبة لمشكلة المحاذاة أو تكسر الكلام أثناء الطباعة، فالهيد ما راح يقوم يتحرك عندك بالصورة الطبيعية، وإنما راح يصير ثقل بالحركة، فالميكانيك يسحب الورقة والهيد يتحرك، فالهيد ما راح يبدي يتحرك بسلاسة عندك، فتسبب عندك مشكلة تكسر الكلام أثناء الطباعة. احنا دائما راح نحاول نكثر لكم من هاي الفيديوهات من داخل ورشتنا حتى نحاول نفيدكم ونوضح لكم شلون تقدرون تحافظون على الطابعة الأطول فترة ممكنة وتستفادون من عدها.